مشاهدي قناة بليكوس، أهلا وسهلا بكم من جديد، وعذرا عن غيابنا عنكم وذلك لأسباب خارج عن إرادتنا. وكما عودناكم نعمل دائما على البحث عن مواضيع جديدة ومتميزة، وفي هذا الفيديو أتينا لنقدم لكم فيديو تحت عنوان أرخص حواسيب الماك في العالم، Best Cheap MacBook Deals for 2021. في عالم أجهزة الكمبيوتر المحمول الواسع والمتميز بالتنافس الشرس بين كبريات العلامات التجارية، لا يزال جهاز MacBook هو الوحش الأكثر ضراوة في الواقع. قد يكون جهاز MacBook هو أكثر أجهزة الكمبيوتر المحمول شيوعا، على الرغم من حقيقة أن أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز لا تزال تسيطر على حصة أكبر من سوق الحواسيب. من المعروف أن أجهزة ماك أنها غالية الثمن، ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد أجهزة ماك بأثمنة في المتناول، وهذه القناعة هي التي دفعتنا إلى البحث والتدقيق في سبيل إرضاء أولئك الأشخاص المهووسون بأجهزة ماك أوس المحمول لبساطتها وموثوقيتها وبرمجيتها الرائعة. وفي هذا السياق حاولنا أن نضع بين يديك هذه المجموعة المختارة بعناية من أفضل صفقة ماك بوك المتوفرة هذا الأسبوع، والتي ومن غير شك ستعاملك بحنان زائد. يا سلام على الحنان. إذا كنت تحب التفاح، أعني إذا كنت ممن يعشق كل شيء يحمل شعار أبل، وكنت من عشاق الجودة بأقل ثمن، فتفضل بمشاهدة هذا الفيديو. كما لا تنسى أن تشترك في القناة الآن ليستمر التواصل الدائم بيننا، وشكرا على وفائكم. ماك بوك 12 إنش. في يوليوز 2019 توقفت أبل عن بيع جهاز ماك بوك مقاس 12 بوصة على موقعها الإلكتروني، بل وحتى على متاجرها، ويا ليتهم استشاروني في الأمر، فهذا الحاسوب متميز وأحسن مكان يناسبه هو منزلي أو مكتبي، ولكن لا يزال بإمكانك الحصول عليه من الكثير من الباعة على الإنترنت أو حتى على المتاجر الموثوق بها. هناك الكثير من الأسباب لاختياره. بالمقارنة مع Air، فإن شاشة ماك بوك ليست أصغر فقط، ولكن الجهاز يتميز بالرشاقة، جسم نحيف ووزن خفيف. لم يتم تحديثه منذ عام 2017، ولكنه يتمتع بمظهر ماك الحديث، بما في ذلك لوحة التتبع الكبيرة ولوحة المفاتيح على شكل فراشة وشاشة ريتينا واختيار ملفات موسط. بصرف النظر عن مقبس سماعة الرأس، يأتي الكمبيوتر المحمول مع منفذ Thunderbolt 3 USB-C واحد فقط. هذا يعني أنه لا يمكنك توصيل الماوس السلكي والطاقة في نفس الوقت على سبيل المثال، ما لم يكن لديك محول. تلقى أحدث إصدار من عام 2017 ارتفاعا في معالجة KB Lake Intel ثنائية النواة من الجيل السابع مثل ماك بوك اير، وبعد قيامنا بتفحصه وجدنا أنه سريع بما يكفي لقضاء يوم عادي من الإنتاجية وتصفح الويب. نوصي باقتناء أحدث أجهزة ماك بوك اير لمعظم الأشخاص، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يريدون جهاز ماك بوك الأصغر حجما والأكثر قابلية للحمل على الإطلاق، فهذا هو الخيار الأفضل. تبيع أمازون حاليا جهاز ماك بوك مقاس 12 بوصة الذي تم تجديده احترافيا والمدعوم بالضمان لعام 2017 بسعر منخفض يصل إلى $567 أمريكيا، وهو يأتي بمعالج انتل كور i5 وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي SSD بسعة 512 جيجا بايت. إذا كنت تريد وحدة جديدة فيمكنك الحصول عليها مع SSD بسعة 512 جيجا بايت للبيع بسعر مقبول. ماك بوك اير 13 إنش 2017. قبل عام 2018 لم يكن جهاز ماك بوك اير قد تلقى تحديثا جديدا لسنوات عديدة. قد يكون المظهر الفضي الأيقوني ثوريا في عام 2012، لكن حوافه السميكة وشاشته ذات الدقة المنخفضة أصبحت قديمة على مر السنين. لحسن الحظ تم إجراء بعض المراجعات منذ ذلك الحين، ولكن لا يزال بإمكاننا أن ننصح باقتناء هذا الطراز الحديث المعقول لعام 2017 للأشخاص الذين لديهم احتياجات يومية أساسية ولا يرغبون في الحصول على برو. سيضمن معالج انتل كور وذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 8 جيجا بايت خدمات متميزة، حتى لو لم تكن مزودة بترقيات الوحدات الأحدث، إنها أيضا أرخص وسيلة للوصول إلى نظام ماك بوك، وهذا وحده يجعل الأمر يستحق اهتمامك. إذا قررت الذهاب للسوق للحصول على هذا الطراز، فتأكد أنك تحمل معك مبلغ $570، خاصة إذا فضلت التسوق على أمازون. في بعض المتاجر قد تشتري هذا الحاسوب بأقل من هذا المبلغ، بمعنى أنك
قد توفر بعض النقود للاحتفال باقتناء حاسوب ماك بوك جديد Apple Mac Mini with M1. هل تتوفر على مبلغ 699 دولارا؟ إذا كان الأمر كذلك فاصغي إلي جيدا، سأحدثك عن حاسوب Apple Mac Mini with M1. من المعلوم أنه يتم تشغيل أجهزة كمبيوتر سطح المكتب ماك الأقل تكلفة من أبل من خلال شريحة M1 المخصصة. يأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجا بايت في طرازه الأساسي، ولكن يمكن تهيئته بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجا بايت و2 ترابايت للتخزين. يمكنك الحصول على هذا الحاسوب على أمازون ب 699 دولار، حتى على متجر أبل بنفس الثمن، وحتى على متجر بي أند أتش فوتو بنفس المبلغ. ماك بوك إير هو كمبيوتر محمول مبتدئ من أبل، وهذا النوع هو الأنسب للأعمال الإنتاجية النموذجية، مع لوحة مفاتيح مريحة ولوحة تعقب ممتازة وبطارية تدوم طوال اليوم. يشتمل أحدث طراز على معالج M1 من تصميم أبل، ومع أنه يفتقر إلى مروحة لأداء هادئ وفعال، إلا أنه يستحق مبلغ 699 دولار والذي تقترحه أمازون. ماك بوك برو 13 إنش نو تاتش بار 2017. بفضل المواصفات الأكثر قوة، يمثل ماك بوك برو الجزء العلوي من تشكيلة ماك بوك. هذه أجهزة كمبيوتر محمولة للأشخاص الذين يرغبون في تشغيل تطبيقات ثقيلة مثل فوتوشوب أو لايتروم، أو حتى للأشخاص الذين يرغبون في القيام بمهام متعددة. ومع ذلك هناك العديد من الفروق المهمة التي يجب أن تكون على دراية بها، حتى فيما يتعلق بالطرازات مقاس 13 بوصة. أضافت أبل الآن تاتش بار إلى جميع طرازات ماك بوك برو الحديث. وللتوضيح، تاتش بار عبارة عن شاشة لمس أوليد رفيعة تحل محل مفاتيح الوظائف، وهي مصممة خصيصا للتنقل في نظام ماك أويس وبرامجه، ولكن من المسلم به أنها ليست للجميع. لذلك إذا كنت تفضل ماك بوك برو بدونها، فأنت سوف يتعين عليك اختيار طراز الجيل الأخير من عام 2017 أو ما قبله. في الوقت الحالي يمكنك الحصول على ماك بوك برو الذي تم تجديده مقاس 13 بوصة من دون تاتش بار في حالة متجددة من عام 2017 مقابل 702 دولار، وهو يتضمن معالج انتل كور i5 وذاكرة 8 جيجا بايت و SSD بسعة 256 جيجا بايت ومنفذين ثاندربولت 3. إنها صفقة رائعة إذا كنت تريد توفير بعض المال لنفسك من خلال عدم استخدام تاتش بار. Apple MacBook Air with M1. يمكنك شراء هذا الحاسوب بمبلغ 949 دولارا. كما تلاحظون بدأت أسعار التفاح ترتفع. Apple MacBook Air هو الكمبيوتر المحمول للمبتدئين مع سيليكون مخصص جديد من Apple يسمى M1. يأتي بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجا بايت وليس بمروحة. يحتوي التكوين الأساسي لجهاز MacBook Air المزود بشريحة M1 على 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجا بايت من SSD، ويباع عادة بسعر 999 دولار. في الوقت الحالي يمكنك الحصول عليه مقابل 949 دولارا خصم 50 دولار على أمازون. أمازون لديها أيضا تهيئة 512 جيجا بايت للبيع، يمكنك الحصول عليها بالفضة بسعر مناسب. ملاحظات لا بد منها: هذه الأسعار هي أعلى سقف يمكن أن تصل إليه هذه الحواسيب، بمعنى أنه بإمكانك الحصول على التفاحة بأقل من هذه الأسعار، خاصة في المتاجر التي تعلن عن تخفيضات. مسألة أخرى، قدمنا لكم هذه الأسعار بالدولار فقط لإعطاء فكرة تقريبية. هذا مع العلم أن الكثير من متابعي قناة بليكوس ينتمون إلى دول تتبنى عملات مختلفة. ومن الملاحظات الجديرة بالذكر هو أن متجر أبل يقوم بتحيين أسعاره بين الفينة والأخرى، كما أن الشراء منه مباشرة قدم للزبون ضمانا كاملا لمدة عام واحد على جميع المنتجات، ولديه عموما خصومات تتراوح من 15 إلى 20% عن سعر أو من سعر الطراز الجديد. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو، وتذكروا دائما لا تتوقفوا عن حبكم للتفاح. دمتم مبتسمين وإلى لقاء قريب إن شاء الله.